الله يخليك. قلت لي اخويا شو سميتك؟ سميتي محسن. محسن، شحال في عمرك؟ عمري 20 سنة. 20 سنة. مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وحنا الان مع هذا الشاب محسن اللي في عمر ديالو 20 سنة، اللي دابا جا لقناة شوف تيفي باش يوجه واحد النداء للام ديالو والعائلة ديالو. بغى يعبر على الندم ديالو، على الالم ديالو من الجهة ديال الام ديالو اللي خدا ليها التليفون او سرق ليها التليفون من الدار باش يجي لكازا. ما كانش عنده الفلوس باش يركب، خدا التليفون ولا سرق التليفون ديال الام ديالو باش يجي من الحسيمة لكازا باش يخدم. ولكن فاش جا لكازا ما لقاش خدمة. يعني هذا الشاب هذا من نهار اثنين وهو من نهار اثنين وهو متشرد في الشارع، من نهار اثنين هو ما كياكل، ما حتى شي حاجه، ما عنده لا فين يبات، ما لقاش الخدمه. دابا الظروف ديالو صعيبه. دابا النداء ديالو اللي بغى يوجه من خلال قناه شاب شوف تيفي، بغى يوجه النداء ديالو انه الوالده ديالو تسمح ليه. سلام خويا محسن، عاود لينا المشكل ديالك من الاول، شنو وقع لك؟ اش نقول لك اختي، راه واحد السلام عليكم المشاهدين كاملين. وشنو نقول لك دابا، ترى واحد البروبليم في الدار مع الام ديالي. سرقت لي التليفون. علاش سرقتي لها التليفون؟ كنت زعما نطلع باغي زعما نجي لكازا هنا، كنت ربما نلقاش خدمه هنايا. يعني صافي زيدت وصافي، راه كان بعد على برا وصافي. سرقتي التليفون، بعتيه فين بعتيه؟ بعتيه تما في المحطة. شحال بعتي التليفون ديال الأم ديالك؟ بعتيه ب 20000. 20000 ريال، شنو درتي بهذا المبلغ ديال 20000 ريال؟ 20000 ريال باش بها باش قطعت، فهمتي؟ قطعت لي واحد البوليس. 1000 درهم؟ اه 1000 درهم كلها قطعتي بها ترونسبور ولا خبيتي منها شوية كليتي؟ خبيت منها شوية، ملي كنزيد في الكار وفي واحد البلاصة كليتي شوية. دابا كنطلب من الام ديالي، كانت كتسمع لي كتقول لي اسمحي لي بزاف الوريده ولا لا اسمحي لي من الوريده. دابا غنرجع فحالي ونطلب منك السماحه، اسمحي لي بزاف اللي كنت كتسمع. خايف من ردات الفعل ديال الام ديالك؟ خايف بزاف؟ ما كانش ماشي مشكل، ما واخا تعصبت عليا ولا ضرباتني ماشي مشكل، المهم تسمح لي وندير لي راسي ونعيش فيها اللي كاين. دابا انت اخويا ندمتي بزاف؟ ندمت بزاف اختي الصراحه، ما كنتش زعما منوت دابا هاد البلانيت غالي، فهمت؟ زعما نسحب لي غنجي لهنايا ونلقى خدمه دغيا دغيا، فهمتي؟ جيتي لكازا، شنو كنتي كتخيل غتلقى في كازا؟ زعما ربما نمشي اول مره نلقى. اول مره غتجي لكازا؟ اول مره. شنو كنتي كتخيل؟ كيسحب لك غتلقى الخدمه؟ كنت زعما ربما نقصي شي واحد هكا تقول لها راه باغي نخدم راجع من الحسيمه، هذاك الشيء اللي كنت كنتمنى. هذاك الشيء ما منه والو، فهمتي؟ شنو لقيتي في كازا فاش جيتي اخويا؟ شنو نقول لك، لقيت غا الحقره اللي كنت سيبتي في الشارع، غير عندك شي واحد يتكفز عليك ولا شي حاجه، اللي طلبتي منه شي حاجه، كاين اللي كيتعاون معاك، كاين اللي فهمتي يقلب عليك الوجه، وداك الشيء اللي كاين هنا في كازا، فهمتي؟ هذاك الشيء ما لويتيش في النهار الاول، فهمتي؟ كما قلت لك اختي، النهار الاول زعما قلت لبست زعما قلت مع راسي نمشي لكازا قلب على شي خدمه تما، يا رفت معايا شي واحد، هذاك الشيء ما كاين منه والو، فهمتي؟ لقيتي ناس ساعدوك ولقيتي ناس ما ساعدوكش نهائيا هنا في كازا؟ صراحة كاين زعما اللي هو الناس اللي وقفوا معايا، وكاين الناس عندي اللي فيهم رفق ما لاش شفقة صراحة. ودابا كنطلب الولاد الحومة ديالي كاملين اللي كيعرفوني، اللي كيعرف محسن بقدو ولا شي حاجة، ولاد الحومة كاملين والوالد ديالي واللي كيعرف محسن تما في الحسيمة في مزور الشارع بعطيش هكا، اللي كيعرف محسن ولاد الحومه كامل، كنطلب منهم حاجه واحده، اللي كنتو في الاستماع دابا الله يرحم ليكم الوالدين، خبروا خوتي ولا نمشي نسير. شحال عندك ديال خوتك؟ ربعه الدراري وربعه البنات. دابا خوتك كاملين مقلقين عليك من هذا الشيء اللي درتي؟ ضروري خاصه، ما كانوش زعما نضل لي ندير هذا الشيء دابا. ندمتي حيت سرقتي التليفون لماماك؟ بزاف اختي صراحة، بزاف. دابا قلت لك دابا راه مشيت إلى رجعت للدار، دابا نمشي كنجي للدار الوالد ديالي، فهمتي؟ طلب مني السماحة كاملين الوالد ديالي والوالد ديالي كاملين خوتي وخواتاتي صراحة. ما خايفش من ردة الفعل ديالهم؟ يقدروا يجريو عليك، يقدروا يقولوا لك علاش درتي هذا التصرف؟ حيت التصرف ما زوينش. صراحة ما داك الشيء ما كيهمنيش، واخا تعصبوا عليا ولا ضربوني ولا شي حاجة ما كيهمنيش. واش طلبتي منهم الفلوس؟ قلت لهم مثلا عطيوني الفلوس باش نمشي لكازا. نجيك صراحة اختي، انا لقيت التليفون في الماحل هكا في
اللي تبدل الوليده ديالي هزيتها ما مكس ليها بلا خصني فلوس نمشي للكازا فهمتك زيد التليفون خرجت من الدار داكشي اللي كاين يعني خديتي التليفون من الدار سرقتيه وخرجتي ما قلتها حتى واحد سرقته وخرجت من الدار ديالي داكشي اللي كاين لا كانت الام ديالك كتشوف فيك دابا محتاج واش بغيتي تقول لها قول ليها الوالده ديالي سمح لي بزاف وسمح لي بزاف بزاف واش غنقول لك لا سمح لي من الوالدين ودابا باغي نرجع دابا باغي نرجع باغي نرجع في حالي تما الحسيمه وسمح لي بزاف ولكن بغيتي تبين لكاع الناس ولاد حومتك لخوتك الام ديالك انك كندمتي وما بغيتيش يوقع هذا المشكل ماشي غندم شويه بزاف بزاف صراحه داكشي اللي باغي نقول صراحه دابا بغيتي غير ترجع للحسيمه ياك باغي نرجع للحسيمه داكشي اللي كاين خصي داكشي باغي نرجع في حالي انا في كازا ما كاين ما يدا صراحه ما كاين ما يدا كنتي متوقعه تخدم غادي تعيش مزيان داكشي اللي داكشي داكشي زعما كنت خايف زعما نجي نخدم ونخدم هنايا ونتعامل معايا هنايا صعيب كاين من والو داكشي من الوالو صراحه دابا مدة قلتي لي تقريبا شحال من يوم ما كليتي ما حتى شي حاجه وكتبات غير في الشارع يعني عانيتي في هذه الفتره هذه من نهار 2 حتى اليوم شويه عانينا شويه يعني الجوع وعاد كتنعس في الشارع عمرك تشرتي في حياتك صراحة أول مرة كنتسرد أنايا في كازا هنايا خاصة أول مرة كنجي هنايا كنتسرد فيها صراحة رسالة أخيرة الأم ديالك أخويا محسن شنو تبغي تقول لها؟ أختي قول لها الوليدة اللي كنتي في الاستماع دابا دابا راه ولدك راه كيطلب منك السماحة من قلبه من قلبه فهمتي ماشي كذوب ولا شي حاجة كيطلب منك السماحة كنشوفو الدموع في عينيك يعني كنشوفو كطلب سماحة وأنت فيك باغي تبكي كاع صراحة ولكن شنو غنقول لك دابا كنقول الوالدة ديالي كنت في الاستماع الوالدة سمح لي بزاف ودابا باغي نزاد في حالي وطلب منك السماحة وخا دير فيا اللي درتي فيا ديري فيا اللي درتي أنا فهمتي قابلة بداك الشيء اللي غديري فيا فهمتي كيف دابا الشيء اللي باغي مشاهدي قناة شوف تيفي كيف ما شاهدتوا معنا الندم اللي الندم دابا محسن ندم كبير بزاف خصوصا أن هذا السيد هذا ولا هذا الشاب عفوا تيقول انه بسبب الطيش وخلاه يسرق الهاتف ديال ماما سرق التليفون ديال ماما وباش يركب ويجي لكازا يخدم ساعه للاسف لقى غير تشرد في كازا ما لقاش الخدمه ما لقى حتى شي حاجه دابا تقاداو ليه الفلوس سالا اللي كلشي بقى غير متشرد ما كيلقى لا ما ياكل لا في نبات يعني كيف ما كتشاهدوا الظروف الصعيبه اللي كيعيش دابا بغى يوجه نداء الام ديالو باش انها تسمح ليه الخوت وايضا الناس ديال الحومه ديالو الناس اللي كيعرفوه حيت دابا حاليا بدو صافي خوت كاملين يسمحوا ليك والام ديالك حيت كيف ما كتشاهدوا معنا ودابا حاليا باغي غير اللي يساعدوا باش انه يرجع لمدينته اللي هي الحسيمه وهنا مشاهدي قناه شوف تيفي كنكون وصلنا لنهايه هذا البث كنشكركم على حسن المتابعه ونتلاقاو في مباشر اخر السلام عليكم